اليوم رح نحكي على شيء كثير مهم جدا جدا جدا، يلي هو تمام. اول شيء بدنا نراجع التمبلت اللي بننشئه، بعدين رح نحكي عن ASP.NET Identity وعلى السكيورتي، ثلاث مواضيع مهمه جدا تمام، بسيطين جدا جدا جدا. هلا البري ديفاين تمبلت نحن حكينا عنهم، بس انا بدي راجعهم اليوم مشان اول شيء نتذكر خلنا منظمين اسبوعين مشان نتذكرهم ونعرف شلون الاي اس بي سي بتنشئ. بلا ونعرف كيف الاي اس بي ام بي سي بتنشئ الفيوات وبتنشئ الكنترولرات تمام. حكينا انه في عندي خمس فيوات بتتنشا اول ما انشئ الكنترولر. شو هن؟ تمام، هدول منشئين جاهزين، بس بدنا نحكي شو مسامين فيهم، شلون منشئينهم، شو عاملين فيهم. نحن فينا ننشئهم بإيدنا وفينا ننشئهم جاهزين، يعني نستعمل الاوتو جينيريت. فالاوتو جينيريت بس بدنا نمر مرة سريعة عليه مشان نعرف شو عم يشتغلوا الشباب. طيب أول شيء رح نحكي، طيب أول شيء نحن عندنا كلاس البيرسون. هذا البيرسون في نيم وادرس وايج، تابع اللي اسمه اندكس. شو بيساوي؟ شو بيساوي؟ بيعرف اللي عم يعمله، بيعرف شيء، بيعرف الاي دي منه. شو بيساوي الاندكس؟ بيعمل فوريج. تمام، اندكس بيعرض كل الاندكس شباب بيعرض كل البيرسون اللي عندي اياهم بالداتابيس تمام، بيعرض لي اسمه والادرس تبعه والايج. الاي دي ام بي سي ما بتعرض الاي دي لحدا، فبالاندكس ما راح تعرض الاي دي، انتم فيكم تعرضوا بس هي ما بتعرضوا تمام. طيب بدنا نشوف تابع الاندكس شلون تساوي. هلا اول شيء هذا الكرش تبعه مزبوط. طيب عندنا مجموعة شغلات، أنا ما رح أحكي HTML و CSS بس بدنا نحكي MVC. شو في عندنا شغلات Component MVC في هي الصفحة؟ شو في عندنا عناصر MVC ما لهم HTML، يعني لا تحكوا HTML. عندنا هون شو؟ Action و Method. هدول شو؟ تمام، هاي for each على Person، وهدول طيب هذا Action Link اللي اسمه إذا شو بيساوي؟ بيعمل إدت لهذا البيرسون، وهذا بيعمل إدت للبيرسون الثاني تمام، نفس الشيء ديتيلز وديليت. طيب أول شيء خلونا نتخيل الفيو، أول شيء لازم يمر بهذا الفيو، أول شيء الأكشن. رح نروح على الكنترولر، الكنترولر بس بده يمر لي ليست أوف بيبو أو بيبو تمام. هدول الديفول من وين جابوا؟ من الداتابيس. مروا لمين؟ للفيو عامل ريتيرن فيو، وهذا الفيو شو مبرر له؟ البيبول تمام. طيب ننتقل للفيو، الفيو شو اول سطر لازم يكون فيه؟ اول شغله يستقبل البيبول تمام، احنا مررنا له بيبول فهو بده يستقبلهم تمام. فكيف بيستقبلهم؟ اتفقنا انه بنكتب ات موديل وبنكتب النوع اللي جاي list of person تمام، اللي هي البيبول. واضح؟ هاي اول سطر بالفيو. طيب بعدين ثاني سطر شو عندنا؟ عندنا create new اللي حكينا انه لينك، فهي اللينك تبعنا. بعدين ثالث شيء عندنا الفور ايتش، هاي الفور ايتش. جوات الفور ايتش شوفوا شباب عم يدور على مين؟ عم يقول var item in model، بهذا الموديل بالليست تبعنا. هلا مشان كل ايتم شو بيساوي؟ بيعرض الايج والادرس والنيم. واضح؟ هاي اللي بيعرضوا، اتفقنا انه ديسبلاي فور بتعرض القيمه اللي بتدخل جواتها، هون دخلنا النيم والادرس والايج. واضح؟ هلا بعدين ضل عندنا الايديت والديتيلز والديليت. هدول شو؟ اكشن لينك بيعطيني على اسمه ايديت، بيعطيني على الاكشن اللي اسمه ايديت، ومرق له البارامتر تبعي.
تبع البيرسون الحريق انا ما عم مر بول تمام كل اكثر مر له الاي دي تبع البيرسون الحريق واضح طيب نفس الشيء مشان الديتيلز ونفس الشيء مشان الديلي ثاني شيء هي الكريات الكريات شو بتسوي بتنشئ بيرسون جديد اتفقنا ان احنا انه دائما لما يكون في عندي بون لازم يكون في عندي تو اكشن شو هن ليش لازم يكون في عندي تو اكشن وحده للعرض وحده للبلاد وحده بوست وحده للبلاد مسؤوليتها تعرض البون تمام والبوست مسؤوليتها لما نتلبس على كارير تسيب المعلومات تمام فاول ما اطلب انا كرييت اول ما احط اليو ار ال كرييت راح ياخذني عند البلاد وراح ترجع لي هي الصفحه لما اكبس كرييت لوين راح تاخذني معلوم على البوست تمام طيب البوست لوين بدها تاخذني على اي فيو نفس الاسم وين ما يجمع الاسم تمام هدو شوي ولا تنسى بالبوست انا ما بعرف كمان بدي اعطوه اكيد ما رح ارجعوا لهم الا اذا غلطان صحيح؟ اذا غلطان بالبوست وصلت لهون كبست على البوست اذا في غلط برجع لهون مشان يعدل غلط اذا صح ما رح ارجع لهون حسب الموقع تبعي حسب شو بيتطلب ممكن يكون هو عم يعمل تسجيل دخول فبعد ما يخلص تسجيل دخول شو بيساوي؟ على الصفحه الرئيسيه او على بروفايلك انتم بتحددوا تمام؟ طيب بس خلينا نشوف شو عاملين هنا الشباب الكرييت ليت بكل بساطه ريتيرن فيو بس بترجع له وما بتمرر له شيء الكرييت بوست هون الشيء الجديد هون مجموعه شغلات جديده طيب. اول شيء في عندنا هاي التعليم اتش تي تي بي بوست هاي بتعرفوا شو معناها انه هاي الاكشن بوست هاي التعليم هلا بنحكي فيها طيب هذا الكرييت بوست شو عم يستقبل؟ بيرسون بس في عندنا تعليمة قبل اسمها باين ماشي باين شو انكلود اي دي نيم ادريس شو معناها معناها هو هذا البيرسون اللي راح يجيني راح يكون في النيم والادريس والايج او انا راح اقبل منه النيم والادريس والايج تمام هي ليش بيستعملوها انا احيانا مثلا عندي فورم لهيدي إذا التليفون ما بدي أغير رقم التليفون تبعه ماشي فشو بساوي؟ كل اللي بساوي إنه بعمل له انكلود لكل البرامترات ما عدا شو؟ الفون فبيصير هو حتى لو قدر بطريقة ما هكذا مثلا يمرق الفون أنا ما بستقبله منه تمام؟ يعني هي للسكيورتي أكثر هلا في طريقتين يا إما بتعمل انكلود يا إما بتعمل اكسكلود تمام؟ إذا اللي ما بدك إياه حسب أنت شو عندك واضحة هي؟ طيب هذا البيرسون طيب هلا عندنا تعليمه كمان جدا جدا مهمه اسمها موديل ستيت دوت از فاليد الموديل ستيت شو فكرتها شباب دوت از فاليد بتكبش الموديل اللي عندك ماشي وبتطبق عليه الفاليديشن اللي انت حاططه الداتا انوتيشن اللي انت حاططه تمام اذا طلع ترو بفوت لهون اذا طلع فولس تمام يعني اذا كل الفاليديشن كل الداتا انوتيشن مطبقين صار فهي بتكون ترو تمام اذا مطبقين غلط بتكون فولس واضح اذا ما نقش شغله ريكويرد مثلا اذا ما نقش شغله ريكويرد ما بتطلع هيك فولس اذا بلا تطلع فولس لا لا شو بيعمل طيب هلا اذا كان ترو انتبهوا هلا اللوجين اذا كان ترو بضيف هذا البيرسون للبيبول وبيسيبه بالداتابيز بعدين بيعمل له كمان هي شغله جديده ري دايركت تو اكشن تحويل لاكشن شو هو الاندر اللي هي ليست اوف بيرسون هو هيك عم يساوي نحن فينا نحمله على الهوم بيج واضح هي اذا كان صح بضيف البيرسون وبيحوله اذا كان غلط شو بده يساوي؟ بده يعمل ريتيرن فيو ويمرق البيرسون هي الريتيرن فيو شباب لما رح تاخذه رح تعطوا على الكارير واضح؟ انا شو مرقين له؟ مرقين له بيرسون طيب هلا في شغله هون هذا عم يرجع على الكارير
هذا بحالة إذا كان إنت يفوز دوما بيرجع الكريت، والأولاني عم يرجع الكريت وهذا عم يرجع الكريت، صحيح؟ اثنين عم يرجعوا لنفس الفيديو. هذا ما بيمرق بارامتر، هذا بيمرق بارامتر، تمام؟ البيرسون راح هون البيرسون راح يحوي المعلومات اللي دخلها اليوزر، مثلا دخل العمر 15 تمام، فالعمر 15 انا ما بقبله 20 فراح تطلع ريبورتس، فبيرجع البيرسون والايش تبعه 15 تمام. فشو بيصير؟ بيتعبوا هدول بالمعلومات اللي دخلها البيرسون لما يرجع مره ثانيه، ماشي؟ يعني انا دخلت الاسم عامر الادرس حمراء مثلا والايش 15، عملت كرييت ماشي، هذا ما حيروح لانه رح يرجع على نفس الصفحه، ليش؟ لانه عندي غلط، ولما يرجع رح يضلوا هدول المعلومات مع الدايت، واضح؟ طيب بالاضافه للمعلومات رح يبعث معه الخطا اللي صار، البيرسون كمان رح يحكي معه الخطا اللي صار عشان يعرضه يا اليوزر. هلا بنحكي شنو. طيب معناها بنرجع هاي الجيت والبوست ممكن يرجعون على نفس على نفس الفيو، الجيت بدون بارامتر والبوست مع بارامتر. طيب باعتبار هون في بارامتر رح ننتقل للفيو، اول سطر بالفيو شو لازم يكون؟ لازم يكون استقبال هذا البارامتر، فاستقبال هذا البارامتر هيك ات موديل بيرسون، واضح؟ طيب هذا بحاله الجيت بيكون نول، ما عندي مشكله فيه في الفيو. بحاله البوست بيكون معبر، الموديل تبعي بيكون مليان. طيب ثاني شغله عندنا شو هي بالكرييت؟ هي الفورم، فحطينا كثير بالفورم وهي البوتنشال، مظبوط؟ في باخير زر هلا بنحطه، وفي جواتها الفلتر. طيب بس في شغلات كمان مهمه، هي هلا كمان بنحكي فيها، صار في شغلتين اليوم هن متعلقين ببعض. طيب الفاليديشن سمري، هي شباب التعليمات كل شيء اخطاء طلعت معك بالكنترولر راح تظهر هون، لنفرض انه طلع معنا اربع اخطاء ماشي؟ الايج 15 غلط والنيم مالت مبدله والادرس طويل، هدول ثلاث اخطاء رح يطلعوا بثلاث سطور بدال هي التعليمه، هي التعليمه فيك تحطها وين ما بدك تمام؟ عشان تعرض له لليوزر الخطا تبعه. لو هيك طبعا في طريقتين، يا بتطلع بتعمل سمري هي اسمها سمري بتعرضهم كلهم سوا. الطريقة الثانية كمان حنشوفها هلا، بتعرض تحت ال شو اسمه هي دائما ايه هلا هيك بتمسح لما تكتشف في ناس لا بتطلع سمري ثاني يمكن هوت ميل تمام. فينا نحيه وفينا نحطه وين ما بدنا حسب الديزاين تبعنا. طيب ثالث شغله شباب، هدول شو؟ عندنا ليبل وهيدر فور وفاليديشن مسج، هدول شو بالثلاثة؟ هدول الثلاثة للنيم فقط، نحن عندنا نيم وادرس وايش. الليبل فور نيم شو بيساوي؟ بحط ليبل بيعرض بس كلمة نيم. الليبل بس بيعرض هاي ماشي؟ الايديت فور بس بيعرض هاي، واضح؟ طيب الثالثة هي المهمة، فاليديشن مسج، هي شو؟ الخطأ اللي صار على النيم، واضح؟ هي كمان فيك تمسحها إذا ما عرفت حاجتها ماشي؟ طيب هلا هي مشان النيم، في عندنا ثلاثة ثانيات مشان الايج وثلاثة ثانيات مشان الادرس، بس ما راح يكتبون هنا بتشوفوهم بالكريت تمام؟ آخر شيء أكيد عندنا هذا الزر السبنت كريت. هاي شباب الكريات تبع شو؟ اللي بتولدها الـ MDC الـ Auto Generate كريات. معاك الصبح كانت تبع المغرب تبع النور. هذا. هاي هي نفس الشيء. هاي أكيد موجودة معهم، أنت بدك تختاري واحدة فيهم تخليها. تمام؟ طيب. هلا طلع لنا هذول الملاحظتين، الـ Anti Foreign Fori Totland، في عندنا هي. الانوتيشن تمام؟ هدول التنتين شو فكرتهم شباب؟ هدول التنتين نحن عندنا هون موجود على السيرفر سايد تمام؟ والفورم الثانية موجودة وين؟ هذا الاكشن موجود على السيرفر سايد، والفورم وين موجودة؟ على الكلاينت سايد. هدول التنتين تربطهم ببعض
مشان تتأكد إنه البوست اللي جاي من الفورم اللي أنت مسويها. تمام؟ إذا ما كانت حاطة تهديد للتعليمة، إذا ما كانت حاطة هي التعليمة، تمام؟ بيعطي خطأ هنا، ما بيرضى يفوت على الفورم. تمام؟ طيب هدول شباب مش خاص هلا، هاي مشان تفهموا شو عم يصير. كل شيء زيادة جوات الكليات تبع الترجمه هو HTML و CSS. تمام؟ هذا اللب، الباقي كله ترتيب بصمه. ماشي؟ انتوا لازم كلهم تكونوا شفتوهم بحثتوا فيهم. هلا ضل عندنا ايديت وديتيلز وديدي، نفس المبدا. تمام؟ يعني كبيره يمكن اصعب، فتحوهم يعني ملاحظوهم، شوفوا كمان الديزاين شلون هذا مسويها، وشوفوا يعني شوفوا كل شيء. طيب هاي الكريات. هلا راح نحكي عن شغله جديده. شوفوا خلينا ندور الموبايل، كل واحد عنده موبايل. شو رايكم؟ احسن ما لا دوره. كل واحد ايش منه؟ ساعه. لا هي كان يصور على الوقت ما بدنا نشوف الوقت. ما بدين شيء؟ ليش ما بدين شيء؟ طيب ما نشوف جرب على هين. حط المقاطع على الموضوع. ماشي شباب، اليوم هلا موضوعنا الجديد هو الـ ASP.NET Identity. شو فكرته هذا الـ Identity؟ جماعة الـ ASP.NET حكينا انه هي لغة متطورة جدا. تمام؟ ففي شغلات صارت بديهية بالبرمجة، مثل الأكاونت، تسجيل حسابات. تمام؟ تسجيل حسابات بكل موقع نحن عنا يوزر، ماشي؟ وعنا تسجيل دخول، عندنا تسجيل خروج. تمام؟ وعندنا كمان صلاحيات، صحيح؟ اغلب المواقع موجوده في هي الشغلات. فاكيد جماعه الدوت نت ما حتفوتوا بهي القصه، بس سووا لنا شغله اسمها ASP.NET Identity. هي مهمتها تامن لي كل العمليات اللي بحتاجهم انا على اليوزر، وتنشئ لي يوزر جاهزين. فمتى ما انا حطيتها بالبروجكت تبعي صار فيني اعمل تسجيل دخول تسجيل خروج وكل شيء ممكن تتخيله على اليوزر. تسجيل دخول وتسجيل خروج هذول شغلات يعني بسيطه جدا، ريمبر باسورد، تسجيل على حسابك على الفيسبوك، تعطي صلاحيات انه هذا اليوزر ادمن، هذا اليوزر تيتشر، كله عن طريق هي الشغله. تمام؟ وهي مثل ما حكينا، نحن حكينا اول لما صرنا نشتغل دوت نت، لما صارت ASP.NET صار فينا نستفيد من الفريم ورك اللي عم نتدرب. تمام؟ فواحدة منهم ASP.NET Identity. حكينا من قبل على Identity Framework وحكينا على Ado.NET. تمام؟ طيب الـ Identity ما لها محصورة بالـ ASP.NET. كل شيء بيشتغل .NET ممكن يستعمله، مثل ويب فورم، ويب بيج، وكل الباقي. ونحن كمان أكيد فينا نستعمله، والبروجكت تبعنا مضمن في هاي اللغة، هاي الايدنتيتي بالاصل، يعني انا ما بضطر انزل على البروجكت تبعي، هي موجودة من الاصل. تمام؟ طيب اول شيء شباب، لما تنزل عندك الـ ASP.NET بتنزل معه كل شيء بتحتاجه، بتنزل معه الجداول تبع الداتا بيز اللي انت لازم تنشره، بتنزل معه الكلاسات اللي بتحتاجهم. تمام؟ طيب مشان هيك شفنا اول ما انشانا بروجيك شو لا بطلع على جنب تطلع. طيب
ركزوا شباب. وين طيب؟ أول ما أفتح البروجكت تبعي أنا بشوف إنه في كلاسات جاهزة، في موديلات جاهزة، وفي كنترولر جاهز، وفي فيوات جاهزة. صحيح؟ هدول من وين أجوا؟ هدول كلهم أجوا من الـ ASP.NET Identity. تمام؟ مشان هيك كمان لما أعمل Update Database بتالي شغلي 5 جداول. تمام؟ هدول الجداول كمان متعلقين بهي الـ Identity. واضح؟ 5 نحن حكينا على 3. طيب. بالإضافة لهي القصة تسجيل دخول تسجيل خروج عنا ميزات تانية مثل الرول الصلاحيات اليوم طبعا رح نحكي عليها وتسجيل الدخول عن طريق ال third party بيسموه فيسبوك تويتر أي شيء تمام وفي صلاحيات من هلا لشي 10 دول تانية رح نحكي نحن على هدول تمام طيب هاي شباب اول ما نحن نفتح البروجكت تبعنا انتوا انشأتوا بروجكت ما طيب عملوا ابديت داتابيز عملوا اد ماي ديريشن ابديت داتابيز طبعا قبل ما تعملوا ابديت داتابيز ربطوا مع ال مع الداتابيز تبع تبعنا بس اعملوا بروجكت واعملوا ابديت داتابيز بروجكت ابديت داتابيز اصل ده مش متاح في مثلا هنا لا لا يعني مثلا وين رهان؟ شحال باسم عندنا؟ نعم ليش انا Thank you.
شغل ايه شغل 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 صح ده مش هبقى سريع ما بقدر لازم دقيقتين فتحت لا خليني قريب ما أصبح في كل شيء. Thank you.
طيب شباب خلصنا. اول ما انشأنا البروجيكت عملنا ابديت داتابيز، هلا فتحنا البروجيكت تبعنا ماشي. شباب بدنا طيب انشأنا البروجيكت تبعنا، اول ما انشأنا دبسنا على زر الريجستر تمام، فطلع لي هاي الصفحه. طيب هاي الصفحه شو بتساوي؟ بتنشئ يوزر جديد. طيب هلا من شو مكونه؟ من ايميل وباسورد وكمبيوتر باسورد. طيب نحن اذا بنفتح الداتا بيس تبعنا شباب بنلاقي انه اليوزر مكون من حوالي 10,000 تمام، والكريات تبعه مكون من 2 صحيح. معناها ما فيني انا اعمل هذيك الواجهه اعتمادا على جدول اليوزر، على كلاس اليوزر، بدي اعملها اعتمادا على كلاس ثاني صحيح. طيب خلونا نحن نبلش نتخيل او يعني نفكر كيف ممكن نعمل هي الواجهه. اول شيء شو لازم نسوي اذا بدنا نعمل هي الواجهه؟ شو لازم نسوي؟ نعمل فيو، نعمل اكشن جديد، نعمل فيو اكشن جديد بدنا نعمله ماشي. جريت تو بوز بدنا نعمل اكشن هيد وبدنا نعمل اكشن بوز. طيب اول شيء رح اعمل اكشن جريت، شو بدنا نكتب جواته؟ شباب هنا شو بدنا نكتب جواته؟ شو بدنا نكتب؟ طيب هاي بابلة اسمه ريجستر البيت. شباب شو بدنا نعمل جواته؟ ولا شو ولا صراحة؟ طيب ريتيرن طيب البوست شو لازم يكون فيه؟ بوست بده ياخذ بارامتر، شو البارامتر اللي بده ياخذها؟ الايميل وبعد هو الباسورد والباسورد كلش ايميل واحد طول الفيديو وباسورد شو؟ شو هيك؟ طيب هذول الثلاثة اتفقنا انه فينا نحن يا نمرق مجموعة بارامترات يا نمرق اوبجكت صحيح؟ ففيني انا انشئ اوبجكت. ليش بدي انشئ اوبجكت؟ انا بدي انشئ فيو بدي انشئ فيو لهدول الاصل تمام؟ تمام. شلون بدي انشئ فيو؟ على الاكشن انشاء الفيو نحن بنعرف انه بنعتمد على كلاس صحيح؟ لما بدي انشئ فيو لازم احدد له كلاس. طيب شو الكلاس اللي بدي احدده؟ شو نحن كل ما ننشئ فيو شباب لازم نحدد له كلاس، احيانا بنعمل كرييت اعتمادا على كلاس البيرسون. هون ما فينا نعمل كرييت اعتمادا على كلاس اليوزر. ليش؟ لانه مو متضمنين كل الداتا. كلاس اليوزر بيحوي 10 اتربيوت، انا بدي 3 بس تمام؟ شو لازم اسوي؟ لازم اسوي كلاس جديد تمام؟ واضح؟ اي كلاسات مساعده للكلاس الاساسي؟ موجوده. يعني اثنين واحد اليوم مدى؟ اليوم مدى. يعني نحن دائما شباب بننشئ كلاسات مساعده للكلاسات الثانية مشان نبني عليها فيوات تبعنا، واضح؟ طيب حنساوي كلاس تبعنا رح يكون في هدول الفيتشرز اسمه مثلا ريجستر. شباب حاشا حكي ولا بس حاشا حكي تماما. كلاس ريجستر في فيتشرز ايميل وباسورد وكونتين صحيح؟ ماشي بصير هذا بيبني الفيو تبعه على اساس شو؟ هذا الكلاس تمام؟ وهذا بصير بيستقبل شو؟ اوبجكت من هذا واضح؟ تمام فهي رح نحييهم هذول الثلاثة
وراح نحط شو كلاس اللي اسمه ريجكتر. واضح هذا الحل كله شباب موجود جاهز، بس مشان نفهمه ونعرف شو عم يصير هلا رح اخذ انا على الكلاسات تبعاتهم ورجيكم اياهم. نفس الحكي بينطبق، هي حطينا على ريجستر، نفس الحكي بينطبق على الساين ان، نفس الحكي بينطبق على ريمبر باسورد او تشينج باسورد. تمام، كلهم مبنيين بهالطريقه. في كلاس مساعد وفي زيت. لا ما في تعمل اليوزر وتعمل الباين عمل انكلود الشغلات اللي فيها بلا في تعمل حصل. طيب شو بنغلى شو بدال بيسون بغلى يوزر بدال بيسون لا نحن الكلاس اليوزر فيه 10 اتفقنا مشان نبني. لا ما في تعمل ما في انت شوف لما بدك تنشئ فيو تحت له يوزر هون ما فيك تعمل الباين. تمام، راح ينشئ لك فيو فيها 10 فلتر هيدر فور صحيح بدك تدفع او تحذف وترجع يبقى تمام. فهي الطريقه صح، بتنشئ كلاس مساعد بتنشئ الفيو على اساسه وبتستقبله بالبوست. تمام، هلا راح اورجيكم هاي القصص كلها موجوده. راح نفتح الكود تبعنا. شوفوا شباب انتوا انشئتوا بروجكت جديد خلينا نفوت على الموديل. راح نلاقي فيه شغلتين، اكونت فيو موديل وايدنتيتي موديل. واضح؟ طيب اكونت فيو موديل هذا بيحوي كل الكلاسات المساعده يلي بيعتمد عليها الايدنتيتي. واحد من هذول الكلاسات هو ريجستر فيو موديل اللي حكينا عنه اللي فيه ايميل باسورد وكونفيرم باسورد. ليتهم ايميل باسورد كونفيرم باسورد. واضح؟ طيب انا ليش عملت لكم هذا الحكي؟ هي موجوده. ليش عملت لكم اياها؟ لانه نحن احيانا نضطر نعدل طريقه التسجيل. انا ما بدي بس ايميل وباسورد كونفيرم باسورد، انا بدي ايميل ويوزر نيم وفون نمبر. فشو لازم اسوي بهالحاله؟ بدك تعدل على ثلاث شغلات. بدك تعدل على الموديل، على الريجستر هذا بدك تضيف له ثلاث شغلات. بدك تضيف له الفون مثلا، الفيو بدك تضيف له مثلا ليدخل الفون. تمام، والكنترولر بدك تضيف له الفون. تمام، بالباي كنترولر عم ياخذ هذا، بس اذا محطوط في باين بدك تمرق له كمان. تمام، طيب هلا هدول اللي فوق شباب شو هن؟ داتا نوتيشن. هاي شو هي؟ ريكوير. هاي ايميل ادريس. هون تحديد لنوع الاتريبيوت فيك تحدده تقول له ايميل ادريس، فاذا دخل غير ايميل بيعطيه له. لازم يكون في اوت، لازم يكون في اوت، لازم يكون في دوت شيء بس. واضح؟ يعني ما ضل انه تعمل شيء بالجافا سكريبت او خبص لحالنا، بس حط ايميل ادرس بيمشي الحال. واضح؟ ومثله في تون نمبر ومثل هي الضغط في اكثر من شغله. ديسبلاي فور هاي انتبهوا شباب. الديسبلاي اسم الاتريبيوت ايميل، ديسبلاي هي اللي بتحدد كيف هي الاتريبيوت راح يطلع اسمها. ماشي؟ يعني هي اسمها ايميل، انا فيني احط بالديسبلاي النيم تبع الايميل ادرس، فبيصير اسمها ايميل ادريس، بتصير بتسهر بالموقع ايميل ادريس الليبل. يعني بالليبل هون عم تتحكم بالفيو عم لان هون انت ممكن مثلا كمان عندك اسم برمجه اندر ستور شيء ايميل اندر ستور ما بعرف شو وحده، فبالديسبلاي بتحطه شيء واضح. طيب طيب هي الاكونت فيو موديل شباب. شوفوا هذا الكلاس مثلا، هذا شو هو؟ لود لين فيو موديل. هذا بيستعمله بصفحة اللود لين. ماشي، اذا بدي اعدل على صفحة اللود لين بيجي لهون. تمام، فور ليت فيو موديل فيريفاي كود فيو موديل، فيكم تطلعوا عليهم لحالهم. انا كل شغلي ما اعتزت غير اللود لين والريجستر عدل عليهم. تمام، طيب هي بالنسبة للفيو.
خلينا نشوف الكنترولر. بالكنترولر كمان في عندنا شغلتين، واحدة اسمها account controller واحدة manage controller. طيب الاكونت كنترولر هو اللي في العمليات تبعنا. طيب هاي البوست تبع الريجستر شباب، هاي البليت تبع الريجستر مثل ما حطينا ريتيرن فيو بس تمام. وهي البوست تبع الريجستر شو بياخذ؟ بياخذ ريجستر فيو موديل الاوبجكت اللي انشئته، هي اللي فيه الايميل والباسورد كونتاكت واضح؟ لا ما نصر كونتاكت مثلا كنترولر كنترولر اهلا. طيب شو؟ طيب هلا واضح لهون شباب؟ طيب رح نفوت هلا رح نكمل. هلا خلينا نشوف شلون بتنشئ يوزر. احنا شباب اذا بدنا ننشئ يوزر خلينا نكمل البوست تبعنا. احنا عندنا جدول بالداتابيز اسمه يوزر صحيح؟ هذا الجدول بدي انشئ فيه يوزر جديد. هاي الشغله ما بتصير جوات البوست واضح؟ ففي عندنا البوست هاي ريجستر شلون بدنا انشئ يوزر شباب؟ شلون بدنا نضيف يوزر على الداتا بيز؟ بالطريقه اللي نحن بنعرفها. شلون نضيف يوزر يا شباب؟ يا شباب ما كنا نضيف يعني نبي 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 نعمل هلا جاني هذا الموديل ماشي؟ هذا الموديل افترضه يوزر ماشي؟ اول شيء بضيف فاصل اول شيء بضيف فاصل تحت نقول موديل الثالث خليني بس بالمهم ما بدي افشل منقول دي بي دوت يوزر دوت موديل ماشي؟ بعدين دي بي دوت سيت صحيح؟ هاي شباب الطريقة اللي نحن بنستعملها بس مايكروسوفت لما تساوي شيء دائما بتساوي فوقه كلاس ثاني بتغلف كل هدول القصص جواته فهدول ما فينا نستعملهم مع اليوزر ماشي؟ فينا نستعمل شغلات لسه ابسط منهم وهو ضروري بكلاس اليوزر لانه اليوزر كثير معقد تبع الايدنتيتي. يوزر ايدنتيتي الباسورد تبعه مهيج يعني شلون مشغل تمام؟ في له كونفيرم باسورد في له كونفيرم شو اسمه فون نمبر يعني معقد جدا فما فينا نضيفه نحن بايدنا لازم نستعمل الشيء اللي هن مسويينه. فهلا خلينا نشوف شلون هن مسووه. كرييت يوزر بس بنقول له نيو ابلكيشن يوزر نعطيه اليوزر نيم والايميل تمام. طيب نحن الموديل تبعنا اللي شفناه قبل شوي اللي هن مسويينه ما بيتمرق غير ايميل ما بيتمرق يوزر نيم ماشي؟ مشان هيك نحن باليوزر نيم بنمرق ايميل وبالايميل من مبادئنا. يعني رح يكون عندك اليوزر نيم والايميل نفس الشيء. فينا نعدل هذا الشيء بس في ملاحظه اليوزر نيم تبع اليوزر تبع الايدنتيتي يونيك تمام ما فيك تكرره. فاذا انت قررت انه تخلي اليوزر يدخل اليوزر نيم بايده لازم تفهمه انه هذا يونيك واضح؟ هن شو بيساووا؟ خلص نفس الايميل، الايميل غالبا يونيك فبتمر له اياه بدخل اسم عادي بتصرف شيء حتى تغير في حدا بنفسه مو انت بتشي هو لحاله بتشي هلا بالتعليم هاي بالاضافه هو بتشي تمام؟
نيو ابلكيشن يوزر كيف تعمل نيو فيرجن اسمه ابلكيشن يوزر كلاس اسمه ابلكيشن يوزر عم تسوي منه نيو اوبجكت واضحة شباب هي شو سوي بس انشأته هلا بدي سيبه تسيبها اوي تتركه وهلا بنحكي بس بتقولوا له يوزر مانجر دوت كريت اسينكرونس تعطوا اليوزر ماشي والباسورد واضح تمام هذا الباسورد اللي نحن معطيه مثلا 1 2 3 4 5 6 تمام هو بيخشوا بيطبع عليه داتا هاش وبيخزنوا بالداتا بيز انشفها تمام ما بيخزنوا مثل ما هو اليوزر مانجر هو الكلاس اللي بيساوي هدول القصص دائما كل شغله فيها يوزر مانجر وهي الشغلات برجع بالكم كلها موجوده كلها جاهزه نحن ما حنعتل عليها بس ممكن نضيف عليها شغلات عرفتوا فخر مشان هيك عم طيب اللود لينك كيف يصير؟ لا بشويت وين كان سيرفر هلا بالاخر طيب شوفوا شباب هي الريجستر جاء الموديل هي الميثادون اول شيء انشا ابلكيشن يوزر بهذا السطر انشا اليوزر ماشي وبهذا السطر شو سوى حفظه بالداتا واضح طيب هاي اليوزر مانجر دوت كرييت بترجع قيمه بحطها بالريزولت اذا كانت الريزولت دوت سكسيدد معناها نجحت عمليه التسجيل ما في عندي مشاكل شو المشاكل اللي ممكن تطلع ممكن يكون الايميل مكرر طيب اذا ما في مشاكل بفوت لجوا وبعمل ساين ان اعمل كرييت هلا بدي اعمل له ساين ان واضح طيب هي الساين ان الساين ان فيها بتمرق لليوزر نفسه وفيها تو اتريبيوت هدول بيتحكموا بعدة شغلات اذا بدك انت ينحط الباسورد الكوبي تبع المتصفح واضح؟ طيب هي عملية الكرييت هلا إذا نجح عم يرجعوا لوين؟ عم يرجعوا لهم، إذا فشل بيرجعوا لنفس المكان على الريجستر. طيب الساين إن شلون بيصير؟ لودين اللودين شباب بنمرق له الإيميل في طريقتين يا بنمرق له اليوزر كامل شفناها بالكرييت يا بنمرق له الايميل الباسورد ريمبر مي ياترو يا فولز وشو بلوك اوت فولز شو بلوك اوت هي مشان يتذكر الباسورد وهي مشان يقفل بعد عدة محاولات تمام طيب يعني اذا بدك انت بعد 5 محاولات خاطئة هي ما تخليه يعمل هذا بتحطها هي ترو تمام هاي ال ASP.NET Identity فيها مشاكل؟ لا بس هذيك اللي قبلها لا اثنين عم نرجع له ايميل شلون؟ انت عم تخزن بالداتا بيز الايميل ايميل والاسم تمام عم تخزن ايميل هذا الرقم هي ما دخلت بالايميل تمام ايش اليوزر نيم اجباري ولازم يكون يونيك تمام نحن بالفيو تبعنا هاي الطريقة اللي هن متبعينها، أنت في طريقة، بالفيو هون ما في يوزر نيم. فبحطوا الإيميل نفسه اليوزر نيم. هيك هن نفسهم، أنت فيك تعدل شو ما بدك. أنا إذا حطيت يوزر نيم هون فيك تضيف يوزر نيم. شو مرة يوزر نيم؟ بتصير مرة لهيك يوزر نيم. خلص ما بعرف شو يعني هو. واضح؟ لا ايميل او فون نمبر لا هلا شوفوا شباب اللودين هي شغله معقده يعني انا حاولت ابسطها قد ما فيني بس هي عقده اللودين شباب بيعتمد على الايميل حاليا ماشي فيكم تغيرون بس حاليا حصرا عليه يعني اول شيء ببلش بهي الطريقه هو انت شو بتعطوا هذا الشيء راجع تمام طيب خلونا هلا يلي انشاتوه البروجكت اللي انشاتوه
بدنا نفوت بشغله جديده. اول شيء الايدنتيتي مهمه جدا، فهمتوا؟ هي شو؟ يعني برجع بالتمر، انتم ما حد عدلوا عليها، هي موجوده بس التمر الفكره تبعها. مجموعه ثلاثه، مجموعه كنترولر، مجموعه جداول بالداتا بيز لتنظم شو؟ عملية اللودين كل العمليات تبع اليوزر. طيب واحدة من العمليات هي الرول، صلاحيات اليوزر. ماشي، راح نبلش هلا ناخذها، مهمة جدا. خلونا نطبق هذا الشكل. بدنا ننشئ كلاس اسمه student وكلاس اسمه teacher. هذول بس لهم اي دي ونيم، بس هذا له اي دي ونيم وهذا له اي دي ونيم، تمام، ولهم فرنكي على اليوزر. طبعا شو هالأسئلة يا شو هالأسئلة شو انا عارفه ثاني اذا غير اي دي بدي احط له شوي اي دي كثير لا اي دي انا حسيت شو نقطه واحده يا شباب يلا Thank you.
المكتبة ما له مضافة مع المكتبة. لا
يلا شباب على السريع لازم تكونوا اسرع جدا اسرع بكثير من طيب شباب هلا مين بدنا من اول درس ولهلا ليش بدنا هذا الشكل؟ ليش هذا الشكل ضروري؟ لازم دائما نتبع يعني ممكن يتغير الموقع ممكن لا ليش انا بدي اربط ستودنت مع اليوزر؟ ليش بدي اربط تيشر مع اليوزر؟ لا استفيد من المستخدمين اياها عشان نستفيد من اللي وفرت لي اس دوت نت ايدنتيتي يساوي كل كلاس عندي او كل شو اسمه التيتشر والستودنت وكل شيء عندي يوزر ورتاني من اليوزر الاساسي اللي بتستعمله الايكون وبتحسب كل شيء مساويته ما برجع بعيده. كمان في شغله اساسيه ثانيه انه انت ممكن في شغلات متاحه لكل هذول الاثنين ماشي فما بدك يعني عندنا جدول مثلا الرسائل الستودنت في يبعث رساله والتيتشر في يبعث رساله فانا ما بروح بساوي جدول للستودنت بربط الستودنت مع الرسائل والتيتشر مع الرسائل خلاص الاثنين بيسووا بربط دغري اليوزر مع الرسائل واضح فعلا فائدتين طيب طبقتوها انتو كل هاي؟ طيب. هلا بدنا نحكي عن الرول صلاحيات بدنا نعطي صلاحية خاصة بالستودنت وصلاحية خاصة بالتيتشر شو أهمية الصلاحية؟ سكيورتي التيتشر بيقدر يضيف كورس بيقدر يضيف اكزام ستودنت ما بيقدر أكيد بيقدر يشوف الاكزام بس الستودنت بيقدر مثلا يحاكي اوقاته والتيتشر ما بيقدر يحاكي اي شغلات شو كلها رول بدنا نعرف كيف نعطي الرول وكيف نحجب شغله اعتمادا على الرول تمام فاول شيء
لازم نعرف الرول اللي عندي بالموقع. في عندنا نحن عدد اول واحدة هي تعريف الرول. بالحالة تبعنا في عندنا تو رول، يا اما يوزر يا اما تيتشر يا اما ستودنت، ماشي؟ طيب المرحلة الثانية هي ان نضيف يوزر للرول، واضح؟ يعني اجاني يوزر جديد، هذا اليوزر وين موجود؟ انا اضيفه على الرول اللي بدي اياه. طيب الثالثة هي منع دخول حسب شو اسمه الصلاحية لأكشن معين، وكمان فيني امنع شيء جوات الفيو، تمام؟ يعني فيني امنع أكشن من أساسه، وفيني امنع جزء من الفيو، فيني امنع بالكنترولر وفيني امنع بالفيو، واضح؟ طيب أول شيء كريت رول. كريت رول لازم تكون أول ما نبلش، أول ما ننشئ الموقع لأول مرة، أول مرة بيفتح فيها الموقع لازم يتنشأ. وين محلها هي؟ هتلاقينا عنا إن في مكان بيتنفذ أول بعد ما ننشئ الداتابيز مباشرة. هلا نحن عنا بالداتابيز، خليني أورجيكم الداتابيز. ثواني. الداتابيز تبعنا شباب شوفوا رول والأمر. هاي اليوزر. في عنا هاي الداتابيز تبع الايدنتيتي. انا ما دخلت فيها. في عندنا جدول رول. من شو متكون؟ متكون من اي دي ونيم حصرا. يعني الرول شايفين؟ هذا جدول اليوزر، ماشي؟ وهذا اليوزر حكينا فيه، وهذا جدول الرول. الرول شو فيها شباب؟ بس النيم تبع الرول، اسمه بس، ما بيهمني احكي عنها. طيب وفي بين اليوزر والرول جدول شو؟ كسر علاقة ماني تو ماني. ليش ماني تو ماني؟ اليوزر نفسه ممكن ياخذ اكثر من الرول، تمام؟ يعني ممكن اليوزر يكون تيتشر وادمن بنفس الوقت مثلا، تمام؟ طيب هلا اول مرحله بدي اضيف على جدول الرول شو؟ الرولات اللي عندي. امتى بدي انشئ هي؟ اول ما انشئ الموقع بعد ما انشئ الداتابيز. طيب نرجع كمان نحن فينا نعمل db.rule.addNewRule، تمام؟ بس مثل ما حكينا لما تكون شغلة عملتها دوت نيت ما فيني استعمل طريقة، بتكون مغلفينها بأكثر من شغلة. فالطريقة هي هي التالي سهلة، يعني ما في شيء. في عنا دائما مانجر، لكل شيء في مانجر، اليوزر له مانجر، الرول له مانجر. طريقة تعريفه غريزة بس دقيق ما حطها الرول، تمام؟ هي عرفنا المانجر تبع الرول، تمام؟ وهون ضفنا الرول. هذا السطر هو إضافة الرول، رول مانجر دوت كارير نيو ايدنتيتي رول، وهي اسم الرول. ممكن نحط تيتشر، ممكن نحط ستودنت، ممكن نحط شو ما بدي. هي الايه مشان تتأكد انه ما لم انشا منها، لانه انت المكان اللي ما عرفنا وين بدنا نحطها، صحيح وين بدنا نحطها هذا الحكي. تمام. وتعملنا enable migration انشأت لي كلاس اسمه configuration، تذكروا؟ هاي بالmigration في عندي كلاس اسمه configuration، ماشي؟ هذا configuration في جواته method اسمه seed، تمام؟ هاي seed انت اتفقنا تتنفذ اول ما تعمل update database بتنشر كل شيء بعدين تتنفس، واضح؟ فممكن تتنفس اكثر من مره لانه نحن بنعمل ابديت داتابيز اكثر من مره، صحيح؟ فاذا ما كانت موجوده انشأ، هذا كان بس عمله، تمام؟ واضحه؟ شو هي البنا؟ ايه هذا بحطه بالبنا، بس انتبهوا خلينا نعيد. اول شيء بتقول شو اسمه؟ تيتشر.
حطيت انا برول نيم بعدين تلتقيت على رول مانجر دوت كارير نيو ايدنتيتي تمام؟ تمام لا لا بالمرة ابدا ابدا زين ما انا موجود ما في غير الفيسبوك اللي تعطيني شيء ولا اكثر بس هلا ممكن نظامي الا تقديم شيء ولا على كيف ممكن بالضبط بس بالبداية لا الحين طيب ثاني مرحلة شباب هي اد يوزر ترو اد يوزر ترو بعد ما نشأنا الرول هلا بدي ديليت اليوزر عليها للرول امتى هي المرحلة لازم نسويها؟ عند اليوزر عند الريجستر طيب عند عند كريات حساب عند اللوجين شو رايكم؟ لا لا اكيد لا خلاص بتنشئ اياها مره واحده بس بتعطيها الرول ثم بعد بياخذها نفسها ما راح تقدر ترجع تنشئها كيف بتنشئ كمان سهله في عندنا المانجر يوزر مانجر في عندنا هاي التعليمة يوزر مانجر دوت اد بتعطي اليوزر اي دي اي دي تبع اليوزر وال الرول اللي بدك تضيفه علينا يعني هون ممكن يكون تيتشر اسم بس اسم الرول ايه هلا الصلاحيات تعرف هلا بدنا نقول انه تيتشر هذا شو بيقدر يساوي تمام هلا بدنا نشوف شو بيقدر يساوي هلا نحن بنحدد جوات الكوتر اول شيء فينا نحدد بالكنترولر بنقول هذا الكنترولر للتيتشر كنترولر كامل للتيتشر فينا نقول هاي الاكشن للتيتشر بعدين فينا نحدد جوات الفيو فينا نقول هاي الشقه من الفيو ما بيشوفها غير التيتشر تمام طيب هلا شلون فينا نحدد جوات الكنترولر عندي هذا الاندكس انا قررت انه هذا الاندكس ما حدا يفوت عليه غير مين تيتشر شو بسوي نفس مبدا الداتا انوتيشن بس تضيف هي التعليمات تمام بس هي اضافه هي تمنع اي يوزر يكون الا اذا كان ما فيها ايوه اذا ما معروف تيتشر ما بيفوت وبيبعثوا على اللوجن تمام لا لا تمام بعد بيعدل على الكل رول شو بتفوت بيكون على الكورس بيكون في كده يقول لك لا كان رول بيكون على ما تمام انا عطيت لك فاصله 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 طيب في عنا شغلة اسمها authorize هاي authorize كمان صلاحية هاي مين بياخذها؟ الكل أي واحد عمل sign up بياخذها هاي الآية بس الداعي بس بس اللي ما عمل sign up ماشي؟ ممكن أنت يعني بدك شغلة كل كم هو ما بخليك تتحمل حتى تكون مسجل عندك طيب؟ آه. ترى تتسجل بيصير مع صلاحية ترى تسمح لي تسمح لي الحمل هو ما بيخليني كل عندك بروح عندك لا بروح عندك هو دغري بيحولك على اللوجن انت ما معك صلاحية تمام طيب هاي بالنسبة للكنترولر واضح؟ يعني تعملت انا اهم شيء تعمل كنترولر بعد هذا العالم اللي هو هلا حاليا هذا اللي عم يصير تمام طيب هلا بالنسبه للريفيو طيب هي شباب هون ريفيو اذا بدك تمنع شيء انه تظهروا عندي هي ديفايس ما بدي اسمع غير للتيتشر لما يقول فبحط ايه جوات الريفيو بقول له ريس دوت يوزر دوت از ان رو هذا اليوزر از ان رو از ان رو تيتشر يا بيقول لي ايه هذا اذا ايه بيظهر لي اذا لا ما بيظهر الريفيو ايه اطلع لك الريفيو بالمهم تمام هنزلوا شو بدنا نسوي هلا هاي الستودنت والتيتشر
بدنا نعمل كريات للستودنت كريات للتيتشر. لما نعمل كريات للستودنت كريات للتيتشر شو معناها؟ معناها في كريات يوزر، لأنه كل ستودنت موصول مع يوزر وكل تيتشر موصول مع يوزر، تمام؟ وبدنا نعطي صلاحية للتيتشر وبدنا نعطي صلاحية لليوزر للستودنت. بدنا بعدين نسوي هالشغل بس هلا مبدأ شو؟ إنه أنشئ student و user و نربطه مع student teacher و نربطه مع user. بس في ملاحظة، أنا أكيد ما راح خدم user اللي عم يتصفح موقعي يعمل حساب مرتين، مرة إله عمل حساب مشان user، مرة إله عمل حساب مشان teacher، صحيح؟ لازم تكون مرة واحدة، مرة واحدة. فنحن شفنا قبل شوي شلون عم ننشئ user، صحيح؟ بنفس الصفحة بنفس المكان لازم ننشئ شو؟ student أو teacher. فشو بدنا نسوي؟ رح نضيف على صفحة الريجستر شغلتين، رح نضيف type ورح نضيف name، ماشي؟ حسب ال type يا يعني نقول يوزر هو اللي يحدد الحالة، لكن الطالب يقول لك أنا أستاذ بهذا الصلاح يا أستاذ مش منطقي لا لا من هذا الفيتشر لا لا في كلمة واحدة يوزر في كلمة تفوت يا مشتري يا بايع في كلمة واحدة يا مشتري يا بايع في مواقع كثير هذا ستودنت تيتشر منطقية أنا بدي أستعمل الويب سايت تبعت بس أو أنا بدي أستعمل الويب سايت تبعت تيتشر وقيمة المنصوص فيها تضيها تطلح الموقع هلا موقع العمل مثلا يا بتفوت انت زبون يا بتفوت انت موظف صحيح تحدد يا هيك واضحة شباب؟ واضح بدنا نضيف هون شغلتين نيم وتايب التايب يا ستودنت يا تيتشر والله بدكم فيها شيء اربع ايام طيب بعدين بدنا نعمل كريت لوين نوصل على ريجستر اليوزر عم يتنشا لحاله بدنا ننشئ الستودنت بإذن لا اله يلا ورمي يلا خلونا نشوف تايب ونيم شو مبدا؟ حتى إذا بدك تكست على لا بدكم تسوي تكست هو بدخل فيديو تيتشر ما له شغله ما بدنا نعمله هو مو دروب ما صارت Thank you.
لا لا
معلش الايميل والباسورد عم تدخلهم باليوزر عم تنشئ اليوزر صحيح؟ هلا بدنا ننشئ حسب التايب يا اما ستودنت يا اما تيتشر ما عم تنشئ ابلكيشن يوزر عم تنشئ يا تيتشر ابلكيشن يوزر موجود تمام بس اضافه لانه بدنا ننشئ يا ستودنت يا تيتشر بنفس الاي دي بنفس اليوزر اي دي تبعه اللي بدنا ننشئه يعني نحن في هالبوتر ريجستر أول شيء شو كان بيصير في الريجستر؟ كان عم ينشأ يوزر صحيح؟ هذا اليوزر رح يضل مثل ما هو عم ينشأ بس إضافة له حسب التايب يا بدي أنشأ ستودنت يا بدي أنشأ شو؟ يوزر نيم والنيم اليوزر نيم هو النيم والفورنتلي راجع لهذا اليوزر اللي تنشغل لا انا ما بسوي غير واحد حتى لو طلعنا صوت طيب سيرت كثير نفس الجزر اللي عنده خليه نطيب نشوفه بس نحطه خليته عن جزر واحد اسمه مفترض اسمه يبدأ ماشي صار شغله الحماية تبعه في الكود هو هذا هذا انا حتى الكود حتى الجزر لا ما اعتقد هاي هلا بدنا نستخدم الفيتشر حاطط معهم تابل واحد ماشي شو معناته هذا؟ معناته فرض اليوزر الفيتشر اليوزر في كود اليوزر في انشئ كيف يعني؟ شو معناته؟ الستودنت في انشئ لا ما خلينا نقول إلا مكان زي ما يتوقع هذا بيكون حتى كم التجارة يعني أنا بعدين أتحرك من البيت وزعم الأمر كيف بيتم طيب جو ما شو بيحصل Yeah, I'm not sure.
Thank you.
بس ما عم تربطه مع النيدر يعني شو؟ إذا انشأت الجينة وبعدين انشأت السيدة بس هذا السيدة لازم يكون مربوط مع النيدر فشلون بدك تنشأ؟ كفاح جدوى السيدة يعني نحن نتناعب نتناعب طيب هاي السيدة بدك تعتمد على اليوزر اي دي تبع هذا السيدة انت اعتمدت بس عنه طيب واليوزر اي دي شو هي؟ مين اليوزر تبع هذا السيدة؟ مين بيستمتع هلا انت كانت قبل الخطوه انشا اليوزر هذا اليوزر اللي انشاته انت بلحت بنفس اللحظه انشات يوزر وستودنت دول اثنين مربوطين مع بعض تاكل بس مع بعض تمام بعد عمليه الانسان شو نعمل بعد طيب ممتاز بدنا نروح على الكومبيليشن ونمشي الرول اللي انا
سين ما كنت طالعين شو لا بس بدنا نحطه جوا فهي هي التعليمة هلا هي من شارول بعدين نحطه Identity by un primo quando intendo un altro discorso. Thank you.
يوزر مانجر بيبقى مرور الاي دي تبع الاي دي.
طيب
ما يعمل واحد
هلا بشرح لك وين صار العالم كله ما حد يحفظ إنه هذا الاي دي تبع واحد. أما جي أو دي ما حد يعرفه. اليوزر بيستعمله. خلاص تعمل واحدة على أساسية هاي بي هاي بتاخدها من اليوزر يوزر دوت اي بي كابيتال شو ما اخذها لانه اليوزر اي بي نوع ستريم انت شو حاطط نوع الاي بي انت شو الغالب شو
ما بدك توجه دور كسر على الفيديو. عملتها أول حال وقلتها سويتها؟ هذا السطر وهذا السطر لكن تحت مع الصار Thank you.
بصل على Thank you.